أمينك الثاني البطل الدولي البطل العربي المغربي اللي كيعرفوا جميع المغاربة. الأخ ديالي أمينك الثاني تصاب مرض السرطان، المرض الخبيث اللي وقفوا على الأحلام ديالو لمدة سنتين، وهو كيتعالج في مستشفى محمد السادس لمدة سنتين، وهو كيدير الدواء ديال الشيمي من أجل القضاء على هذا المرض. أخ ديالي كانت عنده الشجاعة وكان كيقاتل هذا المرض، ولكن جات الساعة بعد مدة سنتين قالت لي الطبيبة ديالو بأن الدواء ما أثرش في المرض، وبأنه خاص يتعالج خارج أرض الوطن. وهو كيطالب المحسنين وجلالة الملك باش يعطيه الشفاتة من أجل المساعدة وجميع المسؤولين الرياضيين. أخ أمين 14 عام ديال الرياضة، 14 عام ديال التمارين الرياضية. أخ أمين عطى بزاف لهاد المدينة ولهاد مدينة آسفي. الصغير والكبير كيعطي النصائح، الصغير والكبير فيما كيحتاجو كيلقاه. أخ ديالي كان عنده واحد الدور كبير في حياتي، كان دائما مساندني، أي خطوة كان بغي يخطوها كيكون معايا فيها. أخ ديالي ما بيش نخسرو، كنتمنى من الناس يستجيبوا لهاد النداء هذا، وميخلوش بطل ديال المغربي يضيع علينا. بطل المغربي مازال عنده ما يقول، مازال في مقتدر العمر ديالو. أنا وليدي كان عنده طموح، أنا وليدي باقي صغير في السادس تيقول لي يعني بان في التلفزيون، أنا وليدي باقي صغير وتيقول لي أنا راني غادي نمشي عند الملك، أنا كولدي باقي صغير تيقول لي أنا راه نربح البطولة ونعود بطل العالم وغادي نمشي عند الملك سيدنا وفرحان. آخر حاجة مشى غادي يقرب يلعب البطولة ديال العرب، غادي كيتريني في البحر جاي القراية في الطريق لقاها هزها بها ساعة نقها جا عندي قاي كيجري بها فرحان، قال لي يا ماما أنا راني شوف يا ماما شو لقيت. قلت له وليدي هذه من جهتك؟ قال لي يا ماما راني لقيتها، ماما هذا راه تفائل، ترى راه فائل هذا لقاني، راه ربح البطولة وغنهز الراية وأنا فرحان. قلت له وليدي والله يكمل عليك بالخير. جا وليدي قلت له وليدي، قال لي ما تخافيش يا ماما راه ما زيتي حتى لحد الوالدة، راه كنعرفك أنت ما تديريش، راني علقيتها. قلت له وليدي مرحبا بيها، فرحت بيها خزنتها. دازت شي ايام ربع مشي عيطوا عليه المنتخب عيط ليه مشى لاكادير لعب البطوله ربح البطوله العرب، يعني ولدي داك الشيء اللي كان كيتمنى. قال لي انا كنتمنى هاد الشيء وبغيت الله تبارك وتعالى يوفقني. فعلا كيف قال على الرايه كيعنقها ورا الفيديوهات ديالو واش غادي تشوفوهم، عنق شد هذيك الرايه تشمر فيها. والنشيد الوطني راكم غتشوفوا الفيديوهات، النشيد الوطني ولدي يدير الحزام ديال البطوله وواقف وقفه كانه جندي، هز عينيه وفرحان ولدي، وجاو فرحوا بي وتلقاو لي داروا لي واحد الدخلة ما نقولش لكم عليها تبارك الله. وولدي بعد جا صافي تصاب بهذا المرض، عامين هو ساكت، قال لي دابا انا ربحت البطولة عاد غنشد الإجازة ديالي. بقى وليدي تيكافح في أكادير قرا شد الإجازة ديالو، جا ولدي بخير وعلى خير آخر نهار ديالو عنده في الامتحان في الاجازه، دوز كل شيء بقى لي اخر نهار، قال لي ماما راني السبت غادي نهبط لاسفي. باللي مسكين ولدي قال لي ماما راني منعست من الشتا. قلت له مالك وليدي اش واقع لي؟ قال لي ماما راني كنت بات نتسارى غير بالسليب ديالي، راه فيا الصهد وفيا وفيا. مشيت قلت له وليدي شري داك الفانيت ديال المعده وراك ما بقى لك والو، راك غادي تجي. مشى وليدي دار الدواء، مشى هكا كيتألم، هو صبار. ملي كيقول لي ماما انا راني صبار كنقول لي راك خرجتي لجدك رئيس المقاومة عبد الرحمن الكتاني.
رئيس المقاومة ديال آسفي. كنقول يا وليدي خرجتي لجدك سبحان الله حتى وراه الزرايا. بقى الولد هي بخير وعلى خير ملي طاح هزوه للسبيطار ديال إنزكان. هزوه للسبيطار ديال إنزكان، قلنا ملي مشى الولد نعس تكرفص تما، يعني عسوه ما كاينش كاع العناية نهائيا في هذاك السبيطار. تيقول لهم انا ما عنديش باش ندير الراديو، يعني تلاقى مع السبت غادي يهوض ما بقاتش عنده الفلوس. تيقول ليه الطبيب دير الراديو، تيقول لي انا ما بقاش عندي باش ندير الراديو. هي هذيك بقاو الدراري صحابو خلصوا عليه الراديو وداو تما. قال لي كنتالم بالصاد، كنعيط على الفرمليين تنقول لهم عتقوني، تيجي يديروا لي واحد القرعه تيطيح الصاد كيعاود يرجع لي الصاد. صيفط اختو مسكينه هي وراجلها، قلت لهم سيري جيبوا لي ولدي خا نشوف اش عنده. ملي جابوا لي داك الولد هزيتو ديتو تلقينا ليه با مسكين، كان ديك الساعه خدام في السبيطار، ديناه نعسناه في بيت الخطر. هذوك الناس تاع بيت الخطر الله يعمرها دار الدكتور الطويل ولا الفرمليات كاملين وقفوا معاه، بقاو كيجرو، لقاو الطونسيو طايحه خمسة، لقاو الفيتامينات ما كاينش، صافي الولد مشى كلشي تحرق. عاد شويه الوليد ملي جا بقى كيتقيا وبقى قلت لاختو هزيها بنيتي ديه ليا لشي طبيب اختصاصي في مراكش تنشوف كيفاش هاد الولد شنو عنده. ملي مشينا دينا دوزنا ليه عند الدكتور براده في مراكش، دار ليه المنظار المعده، قال لي وليدي، قال لي نعم، قال لي وليدي عندك شي حاجه غدير التحاليل لهذا الشيء اللي غنهز ليك. درت ليه التحاليل، مشات اختو مسكينه دارت التحاليل في لابوراتوار، خرجت التحليله بانه فيه السرطان. يعني الولد صافي تحد. تكلفت على ولدي ولكن انت حاجه مخساره في ولدي، ما خسارهش ولدي، كلكم عندكم الاولاد وكتحسوا، انا ولدي حتى حاجه مخساره فيه. شديت عليه الحال سخون وشديت عليه الشتا ومشيت. ملي قالت لي اختو قالت لي ابتي حنا راه ما نكذبش عليك خويا، راه حنا ما عندناش باش دارنا غادي يديروا لي الدواء وهذا. المهم بقينا كنسولوا في الاطباء، كنسولوا تيقولوا لينا بانه هو عنده العلاج الا مشى لبرا عنده العلاج 90%. انا دروكا ولدي تحطم ومرض وتهز عينيه، ما نقولش لكم تيتقى كيقطع. داكشي كامل اللي كان كيتمنى وداكشي كامل اللي كان باغي وداكشي كامل اللي كان يحلم به تدمر ليه. مشيت شديت ولدي قلت ليها وليدي، قال لي نعم، قلت ليها شنو، قالت لي اسمعي يا ماما انت العلاج دروك انايا الله يجازيكم بخير. وكنطلب وكنرغب في المسؤولين وفي الناس وفي ملكنا العزيز سيدي محمد السادس، وبغيت الله ينصره ويخليه لينا ويحفظه هو ووليداته والأسرة العلوية كاملة والناس المسؤولين وكل من كيشوف فيا وكل من كيسمع فيا. ولدي بقى فيه هنا، قال لك بغى يمشي لبرا يداوي، وقفوا معانا الله يوقف معاكم الله يجازيكم بالخير. راه ولدي راه ماشي ولد، راه اخلاق عاليه، راه واحد الولد ما نقولش لكم عليه. ولا اله الا الله محمد رسول الله، واللي بغاه الله يلي كاينه. انا كنطلب الناس المسؤولين وكنطلب الناس وكنعرف المسلمين، احنا راه حنا كنحنوا، راه كنحنوا في بعضياتنا. راني ما بغيت والو، بغيت عا ولدي يتعالج، انا راني بغيت وليدي يتعالج ملي هو روحه في برا. انا بغيتكم تعاونوا معايا الله يجازيكم بخير، ملي ولدي روحه في برا انا بغيتكم تعاونوا معايا وتساعدوني. راني مريضه، عندي السكر، عندي القلب، والله اللي عالم بيا ما نعياش بولدي، راه ما نعرفش فين نصب. انا بغيت الله يطيح في قلوبكم الرحمه الى ما المؤمنين وصاحب الجلاله ملكنا العزيز اللي عزيز علينا، والله ينصره، والله يخليه لينا، والله يحفظه لينا، والله يخليه لينا. انا بغيتك يا ملكنا العزيز، يا ملكنا العزيز، وقف مع وليدي واللي بغاها الله مرحبا بيها. انا كنوجه النداء اي واحد شاف هذا الفيديو، كنوجه النداء اولا صاحب الجلاله الملك محمد السادس رسول الله الرياض الاول في المغرب، ونقول ليه بان البطل
أميلك الثاني أحد أبناء هذا الوطن. أميلك الثاني رفع راية المغرب في عدة ملتقيات وطنيا ودوليا. أميلك الثاني رهبط المغرب 7 مرات في الكونتاكت وصيف المغرب في الملاكمة. وما ننسوش بأن أميلك الثاني اللي باقي صغير راه بطل العرب في الطاي بوكسين. كنوجه نداء للجامعة الملكية المغربية في الكونتاكت، كنوجه نداء وزير الشباب والرياضة، كنوجه نداء وزير الصحة، وما ننسوش المحسنين اللي كيتعاونوا مع أبناء هذا الوطن. كنوجه نداء أمين خاصو يمشي للبر يتعالج، أمين أي دقيقة راه زايدة في الحياة ديالو، ما خاصنا نخلو هاد الشاب يضيع.